مساء الخير مشاهدينا الكرام. بصراحة شعور جميل جدا أنه على رغم كل الكلام اللي بينقال عن المجتمع وكيف تحول إلى مجتمع خامل ما بيقرأ، إلا أنه في المقابل صرنا بنشوف أسماء جديدة وإصدارات ثقافية وأدبية أبطالها شباب. آخرها كانت مجموعة من 6 إصدارات تم تدشينها في يوم واحد. نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل حوارنا. عرس ثقافي مليء بالشغف والإبداع، احتفت دار سيباوي للطباعة والنشر بالتوقيع الجماعي لستة من الكتاب السعوديين بحضور كثيف من القراء والمثقفين والأدباء والمهتمين بالتعرف على ما كتبه الكتاب الشباب من أعمال وإتاحة الفرص لهم للتعرف عليهم ومناقشتهم وجها لوجه حول هذه الأعمال. هذا التنوع اللي بيثري الكتب العربية والثقافة العربية والمحتوى العربي. ما احنا ماشيين في تصنيف معين واحد، في الرواية، في النثر والشعر، في رواية الخيال العلمي، في رواية التاريخية، في الكتب اللي هي خاصة بالتسويق والأعمال. ففي تنوع، هذا بيعمل نوع من أنواع حراك جميل رائع إبداعي. تنوعت الكتب المشاركة بين روايات الخيال العلمي والروايات العربية المترجمة والكتب المتخصصة في التسويق وكتب ودواوين الشعر. هذا التنوع الذي دل على مستوى الإبداع والتميز للكتب والروايات العربية. هي مو رواية، هي مجموعة خواطر بس بتسلسل قصصي. يعني انت لما حتقريها تخلصيها كلها حتطلع لك انه هي قصة، يعني بس هي يعني هي اصلا مش قصة. بس ان شاء الله انه الاصدار الجاي حيكون رواية باذن الله، بشتغل عليها بس لسه ما خلصتها ان شاء الله قريبا. الرواية حقتي في مجال تقريبا ما في منه في العربي، اللي هو يعتبر اسمه التاريخ البديل، وفكرته انك تتخيل احداث تاريخية لو تغيرت بطريقة معينة كيف ايش النتائج حقتها وكيف الكون ممكن يتغير من تغييرات بسيطة للتاريخ. تعد الكتب الدينية والسياسية هي الأكثر مبيعا على مستوى العالم العربي، يليها الروايات العربية، والكتب الأقل مبيعا هي الكتب العلمية. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. لما بنشوف هذا الزخم الثقافي وكتب وروايات وخيال علمي بتسأل نفسك، هل حقيقي احنا راجعين للطريق الصح انه نصادق الكتاب من جديد؟ خلونا ناخذ الجواب من ضيفي الكاتب ابراهيم عباس اللي عنده رصيد روايتين حوجا وهناك. اهلا وسهلا فيك ابراهيم. اهلا وسهلا بك ابراهيم. ايش تعليقك على هذا الكم الهائل من الاصدارات اللي بنشوفها في الفتره الاخيره؟ انت قلتي كلمه رائعه، يعني بنصادق الكتاب من جديد. احنا بنصادق القلم او بالاصح الكيبورد من جديد. زخم القراءة بيمشي مع زخم الكتابة والإصدارات. أنا كنت في غاية السعادة لما حضرنا العرس، أنا أسميه عرس جماعي الحقيقة. ظاهرة ما كانت تحصل قبل 5 سنين أو حتى أقل. أعتقد أن إحنا مو إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، إحنا ماشيين في الطريق الحتمي، الطريق المفروض نمشي فيه. طيب شوف، أنا قبل ما أدخل معاك وأخوض معاك حوار عن حوجان وهناك وهذه البناتك الاثنين، خليني أقول أبغى أعرف موضوع 6 روايات تدشن في يوم واحد، وقبلها تقريبا كل شهر صرنا نسمع عن إصدار جديد. هل تتوقع أنه صار الموضوع ده بعد ما كل أحد صار يقدر يألف كتاب أو يألف رواية أو يقول لك أنا شاعر، خصوصا بعد ما إحنا تعودنا أنه إحنا الكتب، يعني الرواية نقول، لما نقول رواية نقول عبد الخال، نقول غازي القصيبي، نقول عبد الله الجفري، يعني هذه هي الروايات اللي احنا تعودنا عليها. الآن صرنا نشوف كل، ما بدي أقول كل من هب ودب، بس إنه صرنا نشوف إصدارات كثيرة لأشخاص ما أعرف إذا ممكن نسميهم أدباء أو كتاب. إيش رأيك أنت؟ الثورة هذه ثورة حتمية بسبب اختلاف الظروف. الآن مع تساهيل اللي حصلت، صار الشخص يستطيع أن يوصل لأي معلومة يحتاجها، صار يستطيع أنه يكتب كتاب وينشره إلكترونياً في ظرف ساعة
تبعت ايميل لسيبوي وسيبوي يحطوه في المكتبه ويصير ممكن يطبعوه اون ديماند يعني يطبعوه حسب الطلب. فهذه الاشياء ما كانت متاحه زمان. زمان كان الشخص عشان يالف كتاب تطلع روحه يعني زمان كانت تسمع تستغرب تقول والله ولد عم خالد ابويا مؤلف تقول واو. دحين لما تسال واحد تقول الفت كتاب ولا لسه؟ صح ليه ما الفت كتاب لسه؟ فالظروف سهلت. انا اتفق معك انه صار في عرض كبير. في ناس تنتقد هذا العرض وانا ضد انتقادهم هذا. بالعكس العرض الكبير هذا صحي في كل الاحوال. لانه الضرر ما يتعدى الشخص اللي تعب وحاول والف وخسر. بس الفائدة تعم الجميع. لما يصير عندك عرض أكبر فالجيد في العرض الأكبر هذا أكيد حيكون موجود. بس العرض السيء حيضر بالعرض الجيد. يعني أنا لو قارئ أو يعني وطاح بيدي كتاب سيء حاخذ انطباع عام عن كل الكتب الموجودة أو الإنتاج السعودي خلينا نقول الشبابي بهذا المستوى. أعتقد أنه هذه فذلكة لأنه الشخص يستطيع أن يحكم على كتاب من أول صفحة. فوقتك الثمين مش راح يضيع على كتاب 100 صفحة إذا ما كان عاجبك. فالشخص احنا دحين متعودين نبحر في الانترنت في بين أفلام اليوتيوب بين الكتب وبين المقالات وبين مواد هائلة كمية هائلة مواد. فتشربنا عملية الفلترة يعني تفلتر الأشياء الجيدة. فما أعتقد أنه في شخص في العصر هذا مو قادر يعرف الكتاب اللي يناسبه من الكتاب اللي ما يناسبه وبالتالي يلوم الشخص اللي ألف كتاب مو عاجبه هو ليش ألفت الكتاب. لا يا عمي الخيارات كثير موجودة وأنت اللي تحكم. طيب حوجا وهنا وهناك الآن في رواية حتصدر لك قريبا. متى تقريبا؟ بنيامين راح تصدر رقميا إن شاء الله خلال الأسبوع هذا. وأنا في انتظار الفسح وزارة الإعلام. أول ما سلم الفسح كمان تقريبا 3 أسابيع للطباعة وتصدر ورقيا في المكتبات. طبعا إبراهيم أنت تحت الهواء كنت بتقول أنك أنت دخيل في الرواية. أنت دخيل على أدب الرواية ومعدة يعني رواياتك تعتبر يعني اكتسحت يعني سوق الروايات السعودية والعربية وأخذت يعني نصيب كبير من القراء بهذه الروايات وحقيقة يعني كانت روايات جميلة ورائعة. نبغى نعرف بنيامين إيش حكاية بنيامين هذا الاسم. طيب. اليهودي بنيامين أخو سيدنا يوسف يعني أوكي. ليش محتكرين؟ لا أنت عندك حركات يعني حركات. بنيامين هو شخص ضرير عبقري خريج جامعة سينجلاريتي في أمريكا. الجامعة هذه ما تخرج الشخص لما يكون عنده مشروع المفروض يفيد 1 مليار نسمة على وجه الأرض في خلال 10 سنوات. فهذا الشخص هدفه في الحياة أنه يفيد 1 مليار نسمة على وجه الأرض في خلال 10 سنوات. الصراع يصير بينه وبين المنظمات العالمية على رأس المنظمة الماسونية التي تغذي الكيان الصهيوني. بالرغم من أنه هو أمريكي راح للمستوطنات مع والدته هو صغير وعاش في إسرائيل إلا أنه ضد الكيان هذا كله. المثير أنه هو في مهمته هذه بيستعين بأبطال الروايات السابقة. أيوة. بيستعين بحوجن وجمارة وإياد وسوسن كلهم عائلة واحدة. نعم ومرام يعني هذا الجزء الثالث والأخير من سلسلة الروايات الثلاث تجمع جميع الشخصيات. سؤال أخير بس أنت هل تصنف رواياتك خيال علمي؟ احنا همنا نشر ثقافة الخيال العلمي. عشان كذا انا حاط علامة الخيال العلمي على كل رواياتي. لكن الروايات نفسها الروايات تحكي واقعنا. وواقعنا مو هو مخصص يعني ما في واحد عايش حياة زي المسلسلات الخليجية كلها دراما مثلا. أيوة كلها بكى من لا حياتنا فيها الدراما فيها الضحك وفيها الخيال وفيها الواقع فيها المبالغة فيها. فرواياتي تجمع كل شيء فيها. جميل. فيها دراما فيها أكشن فيها رومانس فيها خيال علمي. حلو. إبراهيم عباس نتمنى لك التوفيق في بنيامين وننتظر نسخة موقعة إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية. شكرا. كان معنا الكاتب السعودي إبراهيم عباس. مشاهدينا الكرام فقرات سيدتي لا زالت مستمرة لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل. إتيكيت المعاملة في الأماكن العامة قد يغير حياتكم للأفضل.